بصوت النشيد الوطني ابتدأت فكرات المهرجان الجماهيري الحاشد بوادي حضرموت المؤيد للشرعية ممثلة بالرئيس هادي، حيث احتشد الآلاف بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم في قاعة السلطة المحلية بسيئون تأييدا للشرعية ورفضا لخارطة طريق المبعوث الأممي إلى اليمن. يأتي هذا المهرجان الجماهيري رافضا لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ممثلة بمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216. أبناء حضرموت بحضورهم وتوافدهم من مختلف مديريات وصحراء حضرموت يؤكدون ويدعمون الشرعية بكل قوة ويرفضون أي تسوية خارج هذه المرجعيات الثلاث. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أكد في المهرجان وقوف محافظة حضرموت مع السلطة الشرعية وتأييدها ورفضها القاطع لأي حلول تمس تضحيات الشهداء ممن ضحوا لأجل اليمن. ها هم أبناء حضرموت يقدموا صورة رائعة وصورة بارزة تؤكد وقوفهم الدائم مع شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي الكاملة الغير منقوصة، وترفض أي تسوية سياسية من أي جهة كانت ومن أي أحد كان ما لم تعتمد على المرجعيات الثلاثة الآنفة الذكر. الفعالية تأتي بالتزامن مع مهرجان دعم انعقاد المؤتمر الحضرمي الجامع الذي دعا له حلف قبائل حضرموت لتوحيد الرأي والإسهام في تحقيق تطلعات المحافظة.